السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ناخذ معنا أول مكالمة. أمينة من مكناس. لا أمينة. ألو، السلام عليكم خويا محمد، كي درتي؟ لاباس عليك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم يدخل عليك، باش مني إن شاء الله أنت والطاقم التقني المرافق لك لهذه المسائية. بارك الله فيك لالا أمينة، مرحبا. الله يحن عليك أخي. خويا محمد الله يخليك، بغيت نطرح عليك واحد السؤال. الله يكبر بك. تفضلي. عند واحد الصديق ديال الاخ ديالي خارج المغرب، هذا عنده واحد الاب ديالو رجل مسن كبير في العمر، ما كبير غير الله سبحانه وتعالى. هذا ما تيصوبش، عنده واحد المرض مزمن، عنده السكر والقلب. هذا نعم ما صامش هذا رمضان. نعم. بغى يعرف شحال غادي يخرج على باه ديال الفديه. نعم. هو فين كاين؟ هو في اوروبا. الاب كاين هنا داخل المغرب. والابن ديالو سميتو كاين في فرنسا. نعم. إذ الاب هو اللي غادي يخرج الفديه، يستحب له ان يخرج الفديه. والفديه عندك من 5 دراهم وانت طالعه، من 5 دراهم حتى ل 10 دراهم في النهار. داكشي علاش قد هو واضح. واضح هذا في النهار. شكرا. نعم. شكرا جزيلا. مرحبا. ان شاء الله الله يحفظك ويرحم والديك. شكرا بزاف. العفو لاله. اذا فالفديه يعني هو مدمن طعام، مدمن طعام يعني تنقولوا حنا اللي غادي يشبع واحد المسكين، يعني مدمن طعام نقولوا مثلا 5 ديال الدراهم فما فوق. وهذا كما قلت هو على الاستحباب، لان هذا الرجل الذي هو يعني مرض مرضا مزمنا لا يرجى منه البر، هذا المرض راك يسقط عليه الصيام، بمعنى انه هو غير مكلف غير مخاطب اصلا بالصوم. لكن فقهاؤنا استحبوا له كما قلت، استحبوا له تلك الفديه تخرج عن كل يوم تقريبا واحد 5 دراهم، يعني طعام 5 دراهم يعني فما فوق. بغي يخرج حتى 20 درهم على النهار من حقه، لكن يعني اقل حاجه هو 5 دراهم. نعم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.